وصية زايد بأهل اليمن. الحملة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هي رسالة الإمارات الدائمة والمتجددة دعما لأشقائنا في اليمن. ففي الوقت الذي تواصل فيه الدوحة مد حبال الكذب والافتراء ويواصل نبيحتها في الجزيرة وأخواتها نسج التقارير الزائفة حول دور الإمارات في اليمن، فإن إمارات الخير، إمارات العطاء، إمارات الفروسية، إمارات زايد وإمارات عام زايد تواصل مد أيدي الخير إلى اليمن الشقيق، لأن الإمارات وقادة الإمارات وأبناء الإمارات لم ينسوا يوما وصية مؤسس الدولة بالوقوف إلى جانب اليمن ومؤازرته وتقديم كل ما يلزم لعون اليمن ونجدته والحرص على أمنه واستقراره. الإمارات التي قدمت أخيرا 4 شهداء أعزاء من خيرة أبنائها لم ولن تبخل بتقديم كل أشكال التضحية والعون الأخرى. بنت المدارس في اليمن حين باعتها الدوحة لإيران، أسست المستشفيات والمستوصفات في حين قدمت الدوحة السلاح والمال المشبوه للإخوان والحوثيين، شيدت الطرقات والمباني والمؤسسات في حين عملت وتعمل معاول الحقد القطرية على هدم البنية التحتية اليمنية وتقويض عمل المؤسسات، دعمت الشرعية والجيش الوطني في حين دعمت الدوحة الميليشيات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة. ويا لها من رمزية معبرة رغم مشاعر الألم على جميع الشهداء والجرحى أن يصاب حفيد زايد وحامل اسمه على أرض اليمن، بما يجسد التلاحم الرسمي والشعبي الإماراتي في وقوفه الثابت مع شعب اليمن ومع الشرعية فيه. أما قطر فولت الأدبار عند أول فرصة، وهو ما جعل التحالف العربي يتنفس الصعداء. الحمد لله، لأن جسر الخيانة قد انقطع، وإن كانت جسور التآمر القطري ما زالت تعمل في الظلام في اليمن وغيرها من دول المنطقة.